عسل ممس. عسل، مرحبا بك. لباس فضلك. عايش قدنا نروح. والله خليل فقية من تونس العاصمة. مرحبا. موضوعنا هو سبب عزوف الشباب عن الزواج، كيفاش تفسر انت؟ والله تفسيرها سهل وبسيط، معناها الظروف المادية، معناها ماك تعرف غير المعيشة، ومخسرنا سن تخرج. معناها قبل كانت المرأة ولا الراجل 20 سنة تلقى معرس، توا 24-25 سنة ما كمل قراية، حط 3 سنين ما لقى خدمة، يلقى روح في 30 كل مرة يلقى خدمة شادين يد، لين وقت اللي يبدأ روح يلقى روح في 35، معناها يلقى روح وترسم ولقى خدمة يقول هذه هي باش نركش فيها، فهمت؟ ديجا يلقى خذا برشا وقت، فهمت؟ كي طفلة كي طفل، معناها سي كيف كيف، فهمت؟ ومن بعد 35 يضربوا الواقع، لازم يحضر روحه ويحضر داره وكذا كذا، معناها كيما نقولوا باش يسهلها عليه ولا الكوب اللي يسهلها على روحه، لازم يضحيوا مشيرتيه، معناها يعرسوا باللي يحضر، معناها سينو في الأربعين باش يسهل ربي. معناها ترى انت الكوبلوات اليوم في وقتنا يرضوا باللي كتبوا ولا لا؟ يرضوا باللي كتب، خاطر قبل كانوا تقاليد صعيبه شويه والوالدين يدخلوا كذا، توا خاطر الواقع هو يحكم فيك، معناها تكون تعرف ظروف راجلها وهو يعرف ظروف مرته، دونك معناها كيما نقولوا التقاليد يحطهم مابار، معناها سينو معناها الطريق مسدود كما نقول. مش كوبلوات الكل يرضوا يعني. صحيح مش كوبلت الكل، بون الحكايه صعيبه على الراجل، خاطر الطفل فانت كنت مع جبيس هذا تنجم يجي راجل ما خير، اما الراجل ما عندوش خيار لازم يجيب له فلوس، فهمني؟ يجيش الراجل يخطبوه، كي تولي كيما تحبوا انتم التناسف تو نركشوا حتى نحن ونقعدين يجيو يخطبونا، ما يجيش خاطر الراجل 70% من العرس عليهم، معنا لازم يحضر الدار يحضر، معنا المراه زاد عليها حاجات بون، فما في الولايات اما جينيرالمون 70% على الراجل، نعرف في بلايص اخرين يمكن قروان صفاقس تعاون معنا بالعفاف كذا كذا، فهمت؟ اما كل بلاد ورثه، فهمت؟ هذا هو معناها قلت لك الجانب المادي ياثر بالكدا بالكدا، الوالدين توا اغلبيتهم ما عادش يدخلوا، بالعكس يحبوا يسهلوا، يلقى مثلا بنته مع طفل 3-4 سنين يخاف يقول لك هيا نسهلوا الامور باش خاطر طويل المده خايبه، فهمت؟ هذا هو مهم برشا انه الشريكه تكون متفاهمه للواقع. متفاهمه ما عنديش خيار، هي لازمها تتفاهم خاطر تعرف ظروف راجلها وظروف البلاد، معناها فهمني؟ معناها كان تحب تسهل على روحها دونك باش تعرس بكري، كان باش تعبها معناها باش تاخذ برشا وقت، وهي ما يساعدهاش خاطر العمر يجري. هذا هو فهمني. السن المناسب للزواج قداش تراه؟ في تونس 35 سنة بالحق صدقة، معناها إذا واحد يبدأ أزيرو، معناها ما عندوش والديه يعاونوه ولا كذا، ما كمل قرايته ما خدم ما خبى شوية فلوس 35 سنة. إذا فات ال 35 يولي دخلنا في الانترفال الخايب بالحق، خاطر ماذا بيه ديما الواحد كي يعرس الانترفال بينه هو صغير ويبدا قريب، معناها باش يفهم صغار وكذا، اور كي يفوت ال 35 يولي فما جينيراسيون بيناتو هو ولده، اور كي يبداو فما 35 فرد جينيراسيون ينجم يتبع كذا، اما فات ال 35 يولي تفلت عليه الامور، هو بيدو معناها مخر حق 35 فوق ال 35 سيترو مخره. اي مخر، معناها ما تشجعش على الزواج المتاخر. لك اعز سن الزواج بين 30 و 35، معناها شوفوا فما اللي عارس قبل ظروف خدمته، معناها تلقى بو عاونه ولا ما نعرفش خدم خدمه، معناها مشيت معاه سالير باهي، هذا هو. يعني مثلا الاولياء اليوم لازمهم يعاونوا اولادهم حتى على العرس. بالطبع ما شكون يبني دار لولده ويحضر له كل شيء؟ حتى ما يعاونوش انت سوفي واحد تقدم لطفله ودارهم يقولوا له باللي يجي مرحبا بك، ديجا سهلوا عليه 70% من غير ما يعاونوه ولا يعاونوا به، ديجا حضروه نفسه. فما عائلات يقولوا باللي يجي مثال، فما عائلات كلهم يتشر. أو قلت لك تدخل فيها برشا حاجات، تم باغ اكزومبل تلقى طفله في نيفو دفي ومود في معين، بوها يقول لك خويا مخزن مسكر ولا كريم شوم، بالحق معناها يقول لك بنتي باش تحلي على النيفو هذا باش نقعد نقاسي فيها، عاد هاي في الدار عندي وتو يجيها عرض معناها اوفريخ. والله العظيم عروض، عروض قلت لك راهو فرص، طفله اسهل ما تفكر فرص. بالضبط طفله ينجم يجيها صعيبه كلمه فرصه، العرس هو مشروع راه مش سونس خايب، فرصه معناها مشروع كيما فرصه عمل فرصه زواج، معناها فيهاش متخيوش كوتي نيجاتيف، فرصة هي معناها كل شيء بالمكتوب، جاتك فرصة متاع راجل باهي. ما بين مثلا اختيار شخص، اختيار شيء. هي فرصة جات أنت اخترت، تنجم تروفزها، معناها الفرصة مش حاجة ما
معناها شون ليكسيكال نتاع نيجاتيفيتي ولا هذا فورسيمون معنا. فرصة نتاع مشروع، فرصة نتاع مرابية، فرصة شات نيغوسي هي أو قلت لك الطفلة راهو تبدا ذكية. بالنسبة للطفل يحذر روحهم بعد يحكي هو يقولوا الراجل ما يعيبوش جيبه، لا في تونس يعيبوش جيبه، تحب ولا تكره. حتى الطفلة راهو تنجم تبدا شادة فراناتها ترق، معناها ما تجرحش الطفلة، ما ترقى مشروع ما خير ما تدخل ما تغوصش نقولوا نحن تقولوا. أما برشا بنات تحب تقول أنت معناها دخلوا في علاقات وبعد جبدوا رواحهم، تقول لك خير من زيد نبلى روحي معاه ونتعلق بها أكثر. خويا نشوف تعطيهم الحق أنت ولا لا؟ سورتو تبدا طفلة تحب ومعناها ضحت بالمحبة هذيك باش تشوف تولي هنا معناها ماترياليست. أما إذا هي من الأول معناها عارفة روحها معناها مش بتمشي الاثنين صحيح، هذيك حاجة من حقها معناها هذا فهمت. أما قلت لك ديما الضغط على الرجل فهمني، الرجل خاطر لازم هو يحذر كل شيء والمرأة معناها كيما نقولوا غضبانة وروح بها تجي هكاك حاضرة بها. مثلا نشوفوا جديدنا قبل يعرضوا في 20 سنة 18 سنة خاطر سهلة معناها، معناها كيما نقولوا وما غير ديار زيد ومحذر وهذا ما عندهمش الصعب هذا. وزيديني غلية اختي العزيزة راك تشوف انت تو بيت صالة زوز ملايين، بيت نوم 5 ملايين 7 ملايين معناها هذوما عام باش يلم هذوما زوز بر، من غير ما نحكيو على الفرقة وعلى العرس وعلى الخطبة، ولازم يود بنت الناس زاد باش يدخلها كاك معناها لازم يفرح بها وكذا، معناها هذوما حط 40 50 مليون تقريبا ما صرفش معناها تقريبا السنوات الاخيره جكزيزيغ معناها بالرسمي هذا هو تحسبها بالورقه والستيلو بين 30 ولا 40 مليون مش تعرف هاك ولا صح هذا هو ولا العظيم. تقريبا في السنوات الاخيره ما عادش فما عروسات بزازه كلها بلديه وراه اي هذيك هي تو فهموا اللعبه خاطر معناها كانت هو بيدو يقول تحب تعرس تو مرحبا تحب 3 4 سنين للعباد نحن باش نعرسوا لروح حتى 5 6 انا تو ننصح الشباب 7 10 ملايين تصرفهم للعباد تمشي تحوس بمريتك تهزها لتركيا ولا تعمل دار بالضبط خير ما عباد معناها صحيح يفرحوا لك مرحبا بهم ما حاجه سامبل عملها وكذا كيما مقوره لا يعرفوا ولا ربي لا عندهم لا تقليل لا شيء تاك يمشي الكنيسيه نتاعهم كذا تزوز السيارات ويراو خما مشي باش عرس هكا مشو الحق. لا انا الدليل انه توا ما عرس خاطر فما نيفو مينيموم لازم زازة. لا مش حكايه زازة فما مينيموم لازم يبدا موجود باش من بعد ما تصيرش مشاكل كما يقولوا نسبك الرقم تضغط يجيش 71% مش حاضر ظاهره معناها وين ماشي اثنين معناها راك تشوف انت تلاق وشي وكذا تجي تشوف 70% امور ماديه عاد واحد يركس ساقيه وما يظلم حد فهمت. خلي لي كلمه الختام والله اقول اول حاجه ان شاء الله بلادنا ربي يبقي عليها الستر وخاصه توا ضيق كبير معناها ظروف ماديه كبيره وكي تفرهد البلاد الناس كل تتفرهد معناها شكرا.